والاختلاف يا دكتور ان الرسول عايش بينا جسمه ولا بروحه؟ هو سيدنا رسول الله لازم ما يغيبش عن الامه هو معاه في الهيكل كمان في الجسم. في حد علم ليه؟ ليه؟ عشان يبقى قدوه للامه. ان ربنا لما جاء في الايه وعلموا ان فيكم رسول الله ما قالش فيكم، اسمع الكلام لما بقول، ما قالش فيكم روح رسول الله، ولا قال فيكم علم رسول الله، ولا فيكم سنة رسول الله، ولا فيك الكتاب اللي انزل على رسول الله، ما قالش كلام من فيكم رسول الله بذاته. يبقى هنا لما يجي ربنا بعد كده يقول ايه؟ كما ارسلنا فيكم، وفيكم يعني الامة كلها من اولها لاخرها، يعني حتى اللي لسه هيجوا وينولدوا الآية دي مش كاملاهم. فيكم أنتوا واعلموا أن فيكم رسول الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني الرسول من أهل الزمن اللي هم فيه، يعني كل زمن فيه رسول الله. ليه؟ لأن الوارث بيمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوارث المحمدي بس. ولذا سيدنا ابو بكر جالها سيدنا ابو بكر. يعني هو عاوز يقول الهيكل نظاره كده مثلا، ولا الهيكل يتغير بس الانوار كلها واللي بيتكلم حضرتك. بص يا ابني، رسول الله شمس، شمس، شمس الهيه. الشمس الالهيه دي بتواجه اي هيكل فبتعمل منه صوره من رسول الله. ايوه الشمس دي بتواجه. ايوه بتواجهه، فبيبقى الجسم مراية للشمس. الشمس لما واجهت المراية طلعت فيها صورة الشمس المراية، زي ما انت بتبص في المراية بتشوف صورتك. فايه؟ الوارث مراية للشمس اللي هي الرسول، الحقيقة المحمدية اللي هي الحقيقة دي، قبضة نورانية. فبتواجه الهيكل القبضة فبتنطبع فيه صورة منها. فبيجي كل 100 سنة صورة 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 رسول الله موجودة أهو. وسيدنا أبو بكر جاء قال ارقبوا 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 رسول الله في اهل بيت. ارقبوا رسول الله فين؟ وسيدنا النبي قال من اراد ان يراني فلينظر الى ورثتي عترتي اهل بيتي، فمن راهم فقد راني، ومن راني حرم الله جسده على النار. وربنا قال في القران كما ارسلنا فيكم رسولا منكم انتم يتلو عليكم اياتنا. ويتلو دي فعل مضارع مستمر، يعني رسول الله لحد النهارده بيتلو، بكره هيتلو، يبقى موجود ولا غايب؟ ويزكيكم، مضارع مستمر، فعل مستمر، ويعلمكم الكتاب والعقول مستمر. فهمت؟ كتاب الكتاب صور النار على قرب الابرار، كتاب العزايم موجود. حضرتك بقول لك اللي يشوف الرسول فعلا في المنام كانه شيطان، لان الشيطان ما يقدرش يتشكل في الرسول. طبعا لانه موجود. وطبعا موجود مش طبعًا. ماضي طبعا، يعني هو لو ماضي هو موجود فعلا الرسول. اصل سيبك من الرؤيه، الرؤيه دي بسيطه، من الناس كتير بتشوف الرؤيه، لكن احنا في حاجه اخطر بقى من كده. صلوا كما رايتموني اصلي، يعني صلي يعني في المضارع زي كما رايتموني اصلي، زي ما شفتوني وانا بصلي صلوا زي. واخد بالك؟ يعني يبقى لازم تشوفه وهو بيصلي عشان تصلي زي. لو هو غايب هتشوفه ازاي؟ ما قالش كما علمتم انا بصلي ازاي؟ وكما عرفتم؟ قال كما رايتم، يبقى الرؤيه لازم تشوفه، وانت كنت شفته هناك في مكه صلى عشان تصلي زيه، يبقى لازم يكون في رسول الله في الزمان اللي انت فيه عشان تصلي زيه. يوم ندعو كل اولاد سنه بامامه. خلاص كده؟ يبقى عندك شويه ايات اهم مع شويه احاديث ثبتوا لك المساله. انا مقتنع الرسول معايا عايش معايا. ايوه انت كده، انت 100 100.